لا شيء يكسرنا وتنكسر البلاد على أصابعنا كفخار، وينكسر المسدس من تلهفك. انتصر هذا الصباح ووحد الرايات والأمم الحزينة والفصول بكل ما أتيت من شبق الحياة، بطلقة الطلقات بلا شيء، وحدنا بمعجزة فلسطينية. بيروت قصتنا، بيروت قصتنا، بيروت غصتنا، وبيروت اختبار الله. يا الله جربناك جربناك، من أعطاك هذا اللغز؟ من سماك؟ من أعلاك فوق جراحنا ليراك؟ فاظهر مثل عنقاء الرمادي من الدمار. نم يا حبيبي ساعة. 9 آب 2008 رحل أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب يلي ارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن. محمود درويش هو الشاعر يلي ما ترك هم وطني إلا وصاه شعرا، ومع أنه اضطر يترك وطنه إلا أنه حمل معه قضيته وين ما راح. 7 سنوات مروا على غياب محمود درويش الشاعر والمناضل يلي قدر يشوف بالسياسة والحياة أبعد من غيره، وعبر عن هالرؤية الطليعية بلغة وكلمات وجدت لحتى هو يكتبها. محمود درويش هالشخصية الاستثنائية كان بهمنا نحن القراء العرب إن نطلع على سيرته الذاتية مكتوبة بقلمه، ولكن درويش ما كتب سيرته الذاتية مثل ما عمل غيره من شعراء وكتاب فلسطينيين أو عرب، مع أنه قصائده كلها مرتكزة على سيرته الذاتية وجوانب من حياته موجودة بشعره، إلا أنه سيرته الذاتية ظهرت أكثر شيء بثلاثة من كتبه يلي هن يوميات الحزن العادي، ذاكرة للنسيان، وفي حضرة الغياب. هالثلاث كتب هن كتب نثر وضعهم محمود درويش من بين أكثر من 20 ديوان شعر. يوميات الحزن العادي هو الكتاب يلي وضعه محمود درويش عام 1978، كتب فيه نصوص عن يومياته الأولى بفلسطين قبل تهجيره، وبيوصف فيه حالة الشعب الفلسطيني ومعاناته مع العدو الإسرائيلي بالوطن طبعا المحتل وبالمنافي. أما بذاكرة للنسيان يلي وضعه درويش العام 1987، وبفي حضرة الغياب عام 2006، كتب درويش نصوص بتعكس بشكل كتير كبير سيرته الذاتية من ذكريات وآلام فراق الوطن والحبيب. إذن يلي عم بفتش عن سيرة محمود درويش الذاتية مكتوبة بخط إيده بيقدر يبحث عنها بهالثلاث كتب، فيها رح يرجع يكتشف واحد من أهم شعراء المقاومة كرس نفسه كشاعر وكإنسان لقضية وطنه. كلماته رح تكررها كل الأجيال القادمة، ورح تبقى تستلهم كل الأجيال أفكاره عن الحب، عن الشعر، عن المقاومة، وعن السلام. نعم مريم، محمود درويش ما كتب سيرته الذاتية، ولكن هل في كتب صدرت تناولت سيرة محمود درويش؟ جوال، كتير كتب صدرت عن محمود درويش، إن كانت كتب أعادت جمع قصائده ونصوصه أو دراسات أو حتى أبحاث بشعر محمود درويش، مثل مثلا كتاب الدكتور صلاح فضل يلي هو كان بعنوان محمود درويش حالة شعرية، وبهالكتاب تناول فيه سيرة محمود درويش الشعرية. ولكن أهم كتاب صدر عن حياة محمود درويش هو محمود درويش شاعر الأرض المحتلة للكاتب والناقد رجاء النقاش، وهالكتاب هو أحد أهم الكتب يلي بتتحدث عن سيرة محمود درويش، بيحكي تفاصيل كتيرة عنه، بيحكي تفاصيل كتير عن شخصيته، وبيلخص النقاش بهالكتاب أهم أو بيلخص النقاش بهالكتاب أهم العوامل المؤثرة بتكوين درويش الفني والفكري. نعم. مريم، محمود درويش كتب الشعر، كتب النثر، ولكن هل كان عنده تجارب بكتابة الرواية؟ يا ريت ما كتب محمود درويش رواية،
مع أنه كان قارئ نهم للروايات ولكن ما كتب رواية، ولكن ارتباط محمود درويش بصفة الشاعر ما بينفي بأنه النثر كان له دور مش قليل بتجربته الكتابية. محمود درويش عمل فترة كتير طويلة بالصحافة وبالدوريات الثقافية، تبوأ مواقع مسؤولة بصحف، وكان آخرها مجلة الكرمل يلي كان رئيس تحريرها مدة 25 سنة. كمان محمود درويش مارس كتابة الرسائل يلي تبدلها مع الشاعر الراحل سميح القاسم، وكانت تنشر تباعا بمجلة اليوم السابع، بعدين كمان تم جمعها بكتاب، بالإضافة طبعا لثلاث كتب النثر يلي حكيت عنه سابقا، خاصة كتاب ذاكرة للنسيان يلي هو كتاب في كتير من فن الرواية، وفي كمان بهالكتاب استفاد درويش من تقنيات الرواية بدرجة كتير كتير كبيرة. نعم نعم مريم، هيدا كان محطتنا الفكرية يمكن اليوم مخصصة لذكرى محمود درويش. نحن أكيد الجمعة منكون على موعد جديد معك. الله رب. حلقتنا متابعة معكم، واختتمت فرقة الروك اللبنانية مشروع ليلى مهرجانات أعياد بيروت بحفل جمع كل محبي هالفرقة يلي أثبتت مكانتها على خارطة المهرجانات اللبنانية. تخلى للحفل مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة يلي أخذت أصداء كتير كبيرة بلبنان والوطن العربي، خصوصاً أنه يلي بيميز مشروع ليلى عن باقي الفرق الموسيقية طريقة طرحهم لمواضيع الأغاني وتأديتها. تقرير من أعياد بيروت منتابعه سوا. نجوى كرم، عادل كرم، لأنجس أن جوليا ستون، راول دي بلازيو، ميشيل فاضل وغيرهم، وصولاً لفرقة مشروع ليلى. قدم مهرجان أعياد بيروت أهم الأمسيات الليلية والحفلات اللي بتناسب جميع الأذواق، فكان ختام المهرجان بدورته الرابعة مع فرقة مشروع ليلى، هالفرقة اللي انطلقت سنة 2008 كهواية وأصبحت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة مهمة جداً، عم تنتقل من مهرجان لمهرجان ومن بلد لبلد لتقدم أهم الأغاني اللي اشتهرت فيها. قطع المهرجان بخير وسلامة. يمكن السنة بدورته الرابعة أعياد بيروت سجل أكبر أرقام مبيع فوق 50,000 كارت. الحالة السياسية سمحت أنه نعمل مهرجان حلو جدا. بيروت عايشة، في عندها أشياء تفرجية، في مواهب، عندنا أشياء حلوة نطلعها. إذا بتشوف الوضع الحالي بالبلد مبين يعني، بتشوف هالمهرجانات يعني سي كونتراديكتوار مثل ما بيقولوا. قصص يعني بين أهدن وبيبلوس وهون، اتس فيري نايس وجوني. عم تابع معظمهم عادة، كتير حلوين، صيفية أحلى من غيرها يعني. حبيت كتير المهرجانات هالسنة، جابوا يعني كتير يعني عالم من برا، يعني كتير منوعين. دين ستيلهم شوي سبيسيال يعني، أنه هيدا بحبوا فيهم، وصوته لإله. رقصوا ثلاثة دقايق إن منيح، رقصة ليلى، حل الرومانسي في ثلاثة دقايق، في كتير أغاني. بعرف الباتنجاني يعني بس. Really chill، كتير smooth، كتير نوم، هيك شيء اللي أنا بحبه. اجتماعية باللهجة اللبنانية، أغاني نقدية وملتزمة بتتناول الحب، الحالة السياسية، المشاكل العائلية، التعصب والطائفية. قدموها فرقة مشروع ليلى بأسلوبهم الخاص، هالأسلوب اللي تميزوا فيه واللي بيمزج الأنماط الشرقية مع الأنماط الغربية لتكون النتيجة روك لبناني 100%.
وهيك انه فرقه لبنانيه جديده وهيك شوي هيبسترش. كل اغاني تبعولن بيتطبق منهم على حياتي. كل غنية بتحس فيها، بتحس انه فيها قصة، فيها شيء ممكن بحياتك تاخده من قلب الغنية. كنا عم بيحكوا شوي على البلد، على الشريف بالعربي، سو هيدا شيء كثير مهم لإلنا. جبنا معنا سواح من فرنسا. فرنسا اند كاتاري. اي. I don't speak Arabic. انا بشجع كل شيء بيحكي عربي، بيحكي لبناني. جيت من الكويت لهون اليوم. هون الجو عجيب. بس انا بتمشى بالشارع استانس. هيدا اللبناني اللي نحن عم نحبه، مش الصورة يلي في غير اطراف بيحبوا يفرجوها عن بلدنا. بس سبورت لبنانيز باندز وسبورت لايف ميوزك. شوي فوق البالكون خمنتك شاب يا مادموزيل، لا تاخذيني باردون. متابعين حلقتنا ومرحب بضيفنا لليوم المحامي توني عون رئيس بلدية العيشية. صباح الخير توني. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا بأخبار الصباح. أول شيء جاي من العيشية؟ لا جاي من عين علاء. جاي من عين علاء أنا عندكم اليوم. طالع على العيشية. طالع على العيشية إذا أردت. بلدة العيشية بقضاء جزين يلي استقبلت الويك أند الماضي، وكمان هالويك أند رح تستقبل بمناسبة عيد السيدة نشاطات كثيرة. صح؟ مزبوط. بدنا نحكي بداية عن الويك اند الماضي، كيف كان؟ شو تضمنت الحفلات نهار السبت الماضي؟ السبت الماضي نحن عملنا ريسيتال ديني، ريسيتال ديني بلشنا بجوقة سيدة البير سن الفيل، قدموا العرض تبعهم مجانا، ما أخذوا أبدا مصاري، وتلا ريسيتال حفلة سهرة فنية أحياها المطرب إلي جرجورة وفادي الحاج، المطربين إلي جرجورة وفادي الحاج كمان نشكرهم. نعم. كمان قدموها مجانا للسهرة الفنية، وكان الجو كتير حلو. يعني احنا حبينا نقسم عيد السيدة لأسبوعين. هلأ منحكي أكتر عن نشاطات. أوكي. بس هلأ شو عم نشوف صور؟ هيدي العيشية من زمان. العيشية من زمان، بس بعدها نفس الشيء العيشية. ايه. عم تصير أحلى كمان. عم تتحلى. هلا أنا اليوم مواطنة بين شخصين من العيشية. أنت من الشمال نحن من العيشية. هلا جوال بنت العيشية، وهي ما قصرت أصلاً بالإعلان عن النشاطات يلي كانت عم تتنظم عندكم بالضيعة. جوال هي الإعلامية اللي كل أخبار العيشية بواسطتها بتوصل للعالم كله. يا الله هلا بتصير الحلقة عني خلاص. طيب كنا عم نقول عن المشاركة العيشية، يمكن هي شوي منطقة بعيدة ما فيها كتير يعني نشاطات أو خدمات انمائية وما إلى هنالك. نعرف أنه بكل المناطق البعيدة شوي هيك بيكون الأجواء، بس كيف كانت المشاركة نهار السبت، خصوصا أنه بعد ما كان عيد السيدة، يعني السبت المقبل هو عيد السيدة. مزبوط. بحفلة سن الفيل اللي عملوها جوقة سن الفيل، كيف كانت المشاركة؟ المشاركة كانت كتير منيحة، وخاصة يعني أنا بعول على طول أهل العيشية، لأنه لو ما في عياد، لو ما في مناسبات هني بيطلعوا على عيشية على طول بيشاركوا بالمناسبات. عندهم تشبث بأرضهم كتير قوي، وما بيتركوا أرضهم، ومعروفين أهل العيشية بقضاء جزين يعني جوال طارق، وما حدا حتى ببيع أرض، قطعة أرض لإله ببيعها وبيتركه بيرجع بينزل على بيروت. كل واحد عنده قطعة أرض متشبس فيها، هالقد متمسك فيها. نعم. نعم. خلينا نحكي عن النشاطات اللي هلأ رح تصير. هلأ النشاط اللي بده يصير عنا نشاط تاني ب 15 إب كمان 14 أو 15 السبت 15 إب الساعة 7. نعم. الساعة 7 بالمبدأ عنا ريسيتال بداخل الكنيسة بيحيي المرنم طوني بايع، ومن بعد الريسيتال عامل البلدية سهرة فنية كمان بيحييها الفنان كميل شمعون مع عشاء مجاني مقدمته البلدية لأهل الضيعة. هيدا عشاء كروي. هي عشاء كروي، وبقى مدعوين حضرتكم كمان تكونوا معنا بالسهرة. عم نشوف هلأ هون أجواء يمكن حفلات سابقة، وهذه كنيسة السيدة. نعم. هلأ هون أي نشاط عم نشوفه؟ هيدا التحضير لنشاط السبت الماضي اللي هاي جوقة سيدة البير. هلأ عم نشوفه. أوكي. هاي جوقة سيدة البير.
كيف دغري عم يقبلوا معكم يمكن العالم يلي عم تتصلوا فيهم لحتى يجوا يقدموا هيك حفلات؟ يعني دغري في تجاوب؟ دغري وبكونوا محمسين، يعني اكبر دليل انه عم بيقدموها مجانا لل هيدا هي اكيد. يعني قديش من دفعين بس هيدا الشيء كمان بين المواطنين، يعني قديش كمان المواطنين مبسوطين انه عم بيكون فيها الحفلات بالضيعه اللي هي نوعا ما مثل ما ذكرت جوال، يعني ضيعه نائيه بعيده عن بيروت، يعني قديش هيك حفلات بيعطوا نبض للعيشيه. يعني هو اذا بدك الهدف من الحفلات اللي احنا عم نعملهم على طول هو يضل نبض العيشيه عطول ماشي بعرق كل شخص من أولاد العيشية، خاصة العيشية مرق عليها فترة وتهجر أولاد العيشية وراح شهد كتير من العيشية أيام الحرب، بقى عم بيجوا كلهم محمسين ليرجعوا يطلعوا على الضيعة ويثبتوا وجودهم بهالضيعة ويتعلقوا بأرضهم أكتر وأكتر. توني عم نلاحظ هلأ بهاي الفترة في كتير نشاطات بالجنوب، يعني هلأ كان في حدا ضيف معنا نشاط بمرج عيون، نشاط بيصور هلأ عم بيصير عرس المينا، بتحسك شوي يمكن عم بيرجع النبض لمنطقة الجنوب، وكتار بعد يمكن مش زايرين مناطق هيك جنوبية، يمكن في خوف من الجنوب يعني هيك بمحل ما. أنا اللي عنده خوف أنا بدعيه يروح يطلع على الجنوب، لأنه بالجنوب صراحة ما في شيء أبداً، المنطقة كتير آمنة والعالم خاصة بالويك اند الجنوب بيبقى ملان، يعني الشعب أهل الجنوب معلقين بأرضهم إجمالا، وكل المنطقة منطقة كتير حلوة واللي ما بيعرفها يعني حرام ما يطلع ويتعرف عليها خاصة العيشية. شو بتنظموا نشاطات خلال السنة؟ يعني عيد السيدة هو محطة ثابتة بالعيشية، بس كمان في محطات غير خلال السنة كمان عم بتنظموا فيها حفلات ونشاطات؟ هلا نحن بالتعاون مع نادي شبيبة العيشية، شباب العيشية، رح ننظم عيد الصليب كمان رح نعمل حفلة، لأنه تعودنا من قبل، يعني قبل ما أنا استلم رئاسة البلدية وقت الرئيس السابق سعد حنيني وقبل وقت النادي كمان صار في نشاطات لعيد الصليب. لعيد الصليب استضفنا بالعيشية المطرب توني كيوان سنة 2011، سنة 2012 استضفنا المطرب هشام الحاج وكانت أجواء رائعة فعلا. بقى إن شاء الله هالسنة كمان في يمكن مسيرة على الجبل في الصليب الكبير، يعني ايه طبيعي هيدا كل سنة بعيد السيدة بصير في مسيرة، في عنا نحن كنيستان بالعيشية، كنيسة مارمطانوس، كنيسة السيدة، بصير في مسيرة من كنيسة مارمطانوس لكنيسة السيدة، وحسب الآباء المحترمين عنا أوقات بحبوا يطلعوا على الصليب بالشميس بيقولوا له جبل كتير حلو بطلع على العيشية. كمان بينطلع لفوق بنرجع بننزل على كنيسة السيدة. خلينا نقول انه العيشية مشهورة بالسنوبر يلي هيك غامرة للعيشية طبيعي. اذا ليلي ما بيعرف الضيعة قلنا كيف بنقدر نوصل العيشية؟ إلى طريقين على طريق الجنوب، يعني فينا نروح من بيروت خلدي نوصل على صيدا، من صيدا فينا نطلع على شرق صيدا جزين، ومن جزين بنكفي كفرحونة على الريحان العيشية، يعني نعم. تبعد العيشية عن جزين على هالطريق بحدود 20 كيلومتر، وفي طريق تاني اللي هي أسهل أنا بعتبرها اللي هي من صيدا منكفي طريق الزهرانة، من زهرانة نطلع مصايلح نوصل على كفر رمان جرمع العيشية. الطريقة هوني كتير سهلة وأوتوستراد لكل اللي بحبوا يطلعوا ويشاركونا السبت كمان. لكن رح نرجع نذكر بالموعد، الموعد نهار السبت 15 آب برسيتال ديني مع المرنم توني البايع، ومن بعده رح بيكون في سهرة فنية مع الفنان كميل شمعون والعشاء القروي. يعني أكيد أهالي الضيعة هن محضرين كل شيء بإيديهم صح؟ يعني البلدية مساعدتهم شوية بدهم هيك دعم دفشة صغيرة والبلدية كمان بده مين يساعدها كمان. يعني بنشكركم على كل هالجهود اللي انتم عم تعملوها كرمال العيشية وأهالي الضيعة، ومنشوف حالنا بالبلدية وبحضرتك. الله يخليكم يعني. وبالمناسبة أنا بدي أشكر الأيمين على البروغرام الحلو، أي الأيمين على تلفزيون المستقبل اللي استضافونا واللي عم بضوع الضياع الإمكانيات ما بتسمح لها تعمل مهرجانات كبيرة وتطلع على الإعلام، لأنه فعلا هيدا شغل بنشكر عليه حضرتكم وإدارة تلفزيون المستقبل. شكرا لك توني عون رئيس بلدية العيشية، وأهلا وسهلا فيك معنا باستوديو أخبار الصباح. مرسي. نحن رح نتوقف مع تاني فاصل إعلاني، وبنرجع منتابع حلقتنا بأسماء الأخير.